القانون بتاعنا زي ما انت بتركز على ان المبادئ الاساسيه هي الشفافيه والمساواه والمنافسه. واحنا انا في القانون بتاعنا بقول لك انا ماناش خاضعين للقانون بتاع السرقات العموميه. ماناش خاضعين للقانون بتاع السرقات العموميه، علاش؟ الشرع ما خليناش خاضعين للسرقات العموميه. قال خلينا في ادميستر كونديسيون عندك مده زمنيه مربوط بها باش تعجل المهمه بتاعك وتعطيك اكثر مرونه في التصرف. دونك تعمل دليل الاشتراك بتاعك اللي توسع فيه في السقف نتاع الشهادات نتاعك، توسع فيه عفوا في السقف نتاع طلبات العلوم نتاعك. اليوم احنا في القانون نتاع السابقات العموميه وعندنا على الاقل زوز خلينا اعضاء كانوا اعضاء حكومه، دونك يعرفوا ان في قانون السابقات كان السقف نتاع السابقات العموميه يوسع حتى 300,000 دينار. احنا في السابقات نتاعنا بالعكس قررنا لروحنا كتفنا لروحنا وعملنا السقف نتاع السابقات العموميه 50,000 دينار. لكن اكثر من هيك عملنا اكثر راهو اللي اقل من 50,000 دينار ما تنجمش الاداره. Pour plus de gouvernance, une approche participative, donc des normes de chef, on a la SAPRA qui fout 35 dinars, ils ont déjà le MERS. Après, je vais vous dire, on a un pari, 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 on a un pari. Donc, il y a une autre chose qui est importante. Une autre chose qui est importante, c'est l'IGRA de l'INTDB. L'IGRA de l'INTDB, c'est le canon de l'INTDB. جاء قال كراو لي دي بيل نعملوها سيف دوسي. انا قلنا لا انت بت على الملفات لا ماكش عملها الملفات كلها انت بت كلها تاخذ على النشر. وثاني حاجه الملفات كلها تاع انت بت كل دوز مراحل دراسه الاولى على الملفات والدراسه الثانيه نوتروتيان معناها المحادثه الشفهيه الشفهيه. اي عمل نجم تلاقيه تاخذ اخر كلام من كل من 500 كل نص 600 واجدوا بعد انتداب بعد شكون خرج شكون انتهى العقد بتاعو. دونك ما يقارب على 650,000 عون يتعدوا 650 عون عفوا اللي تعدوا عليه كلهم مره واحده 50,000 تقول لي مش صح 650 عون حتى يضيف عون يقول لك دونك 650 عون يتعدوا عليه وكلهم تعدوا عن طريق الاجراء نتاع 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 الطلب. مراقب الحسابات المهم نرجعوا دونك مراقب الحسابات حسب النص دونك عندي موندان تاع عامين عطى التقرير نتاعو تاع سنة 2015 هو المشي عطى التقرير نتاعو تاع سنة 2016 وصدق عليه وعطى السيرتيفيكاسيون نتاعو صدق على المجلس وسوف ينشر في الأيام القليلة القادمة. المبلغ نتاع الميزانية إلى حد الآن 60 مليون دينار، ما وصلش 60 مليون دينار إلى حد الآن. وفي صورة ما تمت المصادقة على المبلغ نتاع 8 مليون دينار باش توصل ما يقارب 48 مليون دينار 48 مليون دينار.